بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، تطرقنا إلى حد الآن في هذه الدورة التكوينية إلى كل من تعريف مجمل لعملية الرفع الطبوغرافي في الدرس الأول وكيفية إنجازها عمليا في الموقع، ثم عرجنا إلى كيفية التعرف على ملفات النقاط الطبوغرافية المنجزة من قبل المساح الطبوغرافي وكيفية إدخالها إلى ملف الأوتوكاد عن طريق الاستعانة ببرنامج كوفاديس، ثم كيفية إعادة إصدار هذه النقاط من ملف الأوتوكاد إلى ملف آخر TXT وكيفية عرضها على المخطط. هذه الحصة سنرى بإذن الله كيفية تلبيس ملف النقاط الطبوغرافية كما ذكرنا سابقا في الدرس الأول، أن عملية رفع طبوغرافي في آخرها تتم معالجة هذه البيانات في المكتب وإعادة تلبيس النقاط الطبوغرافية، تدعى باللغة الفرنسية لابياج دو لوفي توبوغرافيك. عملية تلبيس الرفع الطبوغرافي هي عملية ربط مختلف النقاط ذات العائلة الواحدة بمستقيمات تساعد من التعرف على تفاصيل الموقع الحقيقي، وكأننا سوف نقوم بإصدار ملف أوتوكاد تمثيل بياني لما هو موجود في الموقع، يعني كل تفاصيل الموقع سوف نعيد رسمها على مخطط. مجموعة النقاط مع هذه التفاصيل تدعى مخطط الرفع الطبوغرافي. مخطط الرفع الطبوغرافي إذن يحتوي على مجموعة النقاط الطبوغرافية وكذلك مجموعة الخطوط والمستقيمات التي تربط بين هذه النقاط الطبوغرافية والتي تدل على تفاصيل الموقع مع مختلف الأجزاء الإنشائية والطبيعية الموجودة في الموقع كلها لاحدة. فمثلا هذا العنصر يمثل وجود الرجار في البوان في هذه النقطة بالوعة. فمثلا هذا المستقيم يمثل واجهة العمارة، وهذا كذلك يمثل واجهة العمارة الثانية، وهذه عمارة، وهذه كذلك عمارة. هذا الخط المستقيم الذي يربط بين هذه النقاط يمثل سور يفصل هذا الأرضية هذه الأرضية عن المتوسطة، أو سور الخارجي للمتوسطة. هذه كذلك عمارة، وهذا الخط الذي بين هاتين النقطتين يمثل واجهة العمارة. هذا الرمز يدل على وجود محطة طبوغرافية، وهذه نقطة المحطة الطبوغرافية. هذا الخط المستقيم الأحمر يمثل حافة الطريق الأيمن، وهذا يمثل حافة الطريق الأيسر. هذين المستقيمين يمثلان على كل لاحدة حافتي مسلك يوجد في الموقع يؤدي إلى مدخل العمارة. هذا الرمز يدل على وجود أضواء خارجية للشارع. كل هذه التفاصيل يجب جردها أثناء عملية الرفع الطبوغرافي. ومن ثم أما هذا الرمز فيدل على وجود منحدر أنطاليوم. الخط المستقيم العلوي يسمى لأوطاليوم، يعني رأس المنحدر، والخط المستقيم الأخير يسمى لباطاليوم، يعني قدم المنحدر. وهذه الخطوط تبدأ من رأس المنحدر وتنتهي إلى قدم المنحدر، وكل الرسم يدل على وجود منحدر جانبي للطريق. إذن يا جماعة، مخطط الرفع الطبوغرافي يجب أن يحتوي على كل هذه التفاصيل مع بعض الكتابات أو النصوص التي تدل على تفاصيل الموقع. مثلا هنا فير تينس، يعني اتجاه إلى مدينة تنس، وهنا فير شلف، يعني اتجاه إلى مدينة شلف، هنا اسم الطريق آران ديزناف، يعني طريق وطني رقم 19، هنا باتيمون، يعني عمارة، إلى غير ذلك من المختلف التفاصيل وكتابات التي تدل على الموقع أو تعرفنا على تفاصيل الموقع. هذا الرمز يدل على اتجاه الشمال للموقع، وكذلك يوجد جدول صغير به مختلف النقاط الطبوغرافية التي تدل خصيصا على
محطات طبوغرافية STL محطة رقم 1، المحطة رقم 2، والمحطة رقم 3. يسمى هذا الجدول جدول المحطات الطبوغرافية.